بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. من منا ما عاش خبرة حب يوم من الأيام، أو ما عانى بسبب هاي الخبرة، أو ما تألم لأنه مش عم بلاقي الحب اللي بدور عليه؟ نحن كلياتنا محتاجين للحب، كلنا محتاجين لشيء يملي الفراغ العاطفي اللي جواتنا، وللأسف معظمنا مش قادرين حتى نحقق هذا الاحتياج للناس اللي منحبهم، لأنه للأسف نحن عم نعيش بعالم بيتبادل الحب المشروط، يعني بينتظر مني أكون بصفات معينة أو أقدم شغلات معينة لحتى يقبلني، لأنه إذا أنا كنت ناجح أكثر فأنا مقبول أكثر، إذا أنا كنت حلوة أكثر بيتطلعوا علي أكثر، إذا أنا كنت في مستوى مادي أفضل بلاقوا في إلي قيمة أكبر في المجتمع. من وإحنا صغار منكون عم نتعلم إنه الناس بتحبنا بدون ما نقدم إشي. لما منكون أطفال رضع أهلنا بيعطونا كل الاهتمام والحب والعناية من دون ما إحنا نكون واقعياً عم نقدم إشي للمجتمع. لكن مع العمر وكل ما نكبر منبلش نستوعب إنه نحنا مطلوب منا نعمل إشي عشان الناس تقبلنا، عشان الناس تقدرنا وتحبنا. هذا الجانب شوي بيساعدنا لأنه هو اللي بيعلمنا التصرفات الأخلاقية والقيم المجتمعية وإلى آخره، ولكنه ما بيلغي أبداً احتياجنا المستمر لأنه إحنا نكون محبوبين بدون ما نقدم أو نعطي أو نعمل، يعني نكون محبوبين لشخصياتنا مش للإشي اللي إحنا عم نقدمه. مع العمر ومع السنين بيبلش يبين في شخصياتنا هذا الاحتياج غير المشبع، لأنه نحن تعودنا أنه لازم نعطي عشان حدا يحبنا، فبنبلش نكون شخصيات مرات غاضبة لأنه مش قادرة تعبر عن نفسها بارتياح ومش قادرة تحس بقيمتها في المجتمع. ممكن نكون شخصيات قلقة بتعيش دائما بهوس الناس شو بتحكي عني وشو رأيها فيي، وممكن هذا يؤدي لدخولها في الاكتئاب لأنه بطلت قادرة تستمتع بالحياة بشخصيتها الطبيعية. ممكن نكون شخصيات خايفة من المستقبل، خايفة من الفشل، خايفة من العلاقات الحميمة، أو ممكن نكون شخصيات بتحاول قدر الإمكان تفرض نفسها على الآخرين لأنه بدها تأخذ الحب غصبا عنهم. ممكن نشوف شخصيات مسيطرة، شخصيات بتحاول هي تتحكم بالشخص اللي على علاقة معه. وبهاي الشخصيات وأثناء نمونا وبحثنا هذا المضطرب عن الحب منبلش ناخذ بعض الأنماط في علاقاتنا مع الآخرين. رح نحكي اليوم عن شكل واحد من أشكال الحب المقيد، الحب اللي مفهومه خطأ، مش اللي بيعطيني الحرية والنضوج، ولكن الحب اللي ممكن يخنقني ويخنق الآخرين. وحبيت أخذ هذا النوع بالذات لأنه هو لاواعي، يعني إحنا منكون عايشين بهاي العلاقة أو بهذا الحب مفترضين إنه نحن عم نعيش علاقة طبيعية، ولكن في الواقع نحن عم نعيش علاقة بتقيدنا وبتخنقنا وبتقتل حتى الشخص الآخر. هذا النوع من الحب منسميه الحب الاعتمادي أو العلاقات الاعتمادية. شو المقصود فيها؟ معناها إنه أنا عم بعتمد لحتى أعبي الفراغ الداخلي، لحتى أوصل للاستقرار النفسي عم بعتمد على شخص من الخارج. يعني أنا بستنى من شخص يجي ويعطيني الاستقرار اللي عم بدور عليه. طبعا هذا دائما رح يكون استقرار مؤقت ووهمي ومش حقيقي. هدف هاي العلاقة مش إني أنا فعلا أقدم إشي للشخص الآخر وأتبادل معه خبرات تنضجنا، هدف العلاقة هو إنه أنا في عندي فراغ وعم بدور على حدا يعبي لي. وهذا الهدف ما بيكون واعي، أنا بكون مفكر إني أنا عايش العلاقة الصحيحة، إنه هذا هو الشخص المناسب، إنه إحنا عم نعيش الحب الحقيقي، بينما الأشخاص اللي حوالينا بيشوفوا إنه هاي العلاقة مدمرة
على المدى البعيد لإلي وللشخص الثاني. بالعلاقات الاعتمادية في عنا نوعين من الشخصيات. في عنا الشخص اللي إحنا أصلاً بس نتطلع على العلاقة منقول إنه فلان هو الأضعف، هو اللي معتمد على الثاني، وهذا اللي بنسميه الاعتماد التقليدي، الشخص اللي دائماً ببكي، دائماً بتوسل، دائماً بيضحي، دائماً يعني هو موجود للآخر ويعني بتخلى عن نفسه من أجل الآخر. هذا الشخص اللي بنسميه الاعتماد التقليدي، وبيحاول يقدم كل هاي التضحيات وهذا الذوبان علشان الشخص الثاني ما يتركه، لأنه خايف أنه هذا الشخص بالعلاقة أنه يلاقي حدا تاني ويتركه، وحتى إذا تركه ما يلاقي حدا يعامله بنفس الطريقة سوري أو بنفس الاهتمام وبنفس الحب وبنفس التضحيات فيرجع له. لكن بدنا ننتبه أنه مدام في علاقة فيها طرف اعتمادي، فاحتمال كتير كبير أنه الطرف الثاني هو أيضا اعتمادي، بس هذا اللي بنسميه الاعتمادي العكسي. هو شخص مستفيد من هاي العلاقة، هو شخص بده هاي العلاقة تكمل وعنده نفس الاحتياج ونفس النقص العاطفي، لكن ما بيحاول يظهر احتياجه، بالعكس بيبين الشخصية القوية المسيطرة اللي مش محتاجة لإشي، وبيظهر لنا أنه هو الجانب القوي، بس هو عنده نفس الجوع ونفس الاحتياجات. كيف إحنا بدنا نميز؟ إذا إحنا عايشين بعلاقة اعتمادية، إذا إحنا تنين، لأنه إحنا بنعرف إنه من طبيعة العلاقات في مشاكل، في كل علاقة في مشاكل، فأنا كيف بدي أميز إنه هذا الصح وأنا عم بعيش علاقة طبيعية ولا أنا عم بعيش علاقة مرضية، عم بعيش حب عم بيقيدني مش حب عم بيحررني؟ رح نأخذ بعض العلامات اللي بتميز العلاقات المضطربة، الحب اللي مش صح، وبدنا ننتبه انه بجوز اغلبنا منعيش هيك ومفكرين انه هذا الصح، يعني مفكرين انه هيك الدنيا هيك العلاقات. انا كان عندي فكرة انه هذا الواقع، يعني هيك الدنيا ماشية، بس بعدين تعلمت واكتشفت واختبرت انه لا، هاي هي العلاقات المرضية واللي احنا يمكن مش واعيين لها، لهيك انا حبيت احكي عنها لانه هي فعلا غير واعية. احنا بنفكر هذا الصح، بنفكر طبيعي اللي عم بيصير. العلاقات الاعتمادية تتميز بأنها علاقات إدمانية قهرية. شو يعني؟ معروف شو يعني إدمان. إذا أنا مدمن على كحول ولا دخان ولا ألعاب إلكترونية أو أي إشي، أنا عارف إنه هذا الإشي عم بيستهلكني، عم بياخد من وقتي ومن طاقتي ومن صحتي، وبنفس الوقت أنا مش قادر أبعد عنه، مش قادر أتركه. نفس المبدأ حتى في العلاقات، أنا ممكن أكون وأستمر بعلاقة مع شخص بيستغلني، مع شخص بيهيني، مع شخص بيأذيني وبيستهلك طاقتي، ومع هيك أنا مكمل وأنا معتبر إنه هذا يعني أنا لأني بحب عن جد. يعني منقول ليش طيب ما تتركي؟ ما هو حرام، ما هو كويس، ما هو بيحبني. ما بينفع بيحبني وبيهيني، ما بينفع بيحبني وبيستغلني، ما بينفع. فإذا هي علاقة خطأ، هي علاقة مش صحيحة. العلاقات الاعتمادية سوري هي علاقات تتميز بالغيرة الشديدة. يعني أنا بكون عندي هذا الخوف إنه الشخص الآخر ممكن يتركني، أنا كل علاقتي فيه عشان يعبي لي يعني الاحتياج، ففجأة يروح رح أرجع أحس بالفراغ، فبتصيبني غيرة شديدة. إذا بشوفه مبسوط مع ناس غيري، إذا بشوفه بيحكي تليفونات مع حدا تاني، إذا بيمدح حدا غيري، بيصير في عندي هاي الغيرة وبحاول أسيطر على تحركاته وأعرف كل إشي عنه. علاقات بتتميز بالتقلب الشديد بين الاهتمام والمبالغ فيه والتضحية والحب والعطاء، وبين ثورات الغضب لأتفه الأسباب، لأنه أنا عم بقدم كل هذا الإشي لجواتي، بالمقابل أنا عم بستنى منه يشبع لي كمان اللي أنا محتاجيته، فكيف هو ما بيشبع لي هذا الاحتياج أنا بعمل ثورة غضب، ومرات على شغلات جدا بسيطة. علاقات بتتميز بأنها بتستهلك أغلب الوقت، يعني علاقات بتاخد مساحة كبيرة من حياتنا. ممكن أنا أضل للساعة 2 و3 أحكي تليفون، وهذا خطأ. أنا تاني يوم عندي نشاطاتي، عندي شغلي، عندي دراستي، عندي علاقاتي الاجتماعية ومع أهلي وعيلتي، فما العلاقة اللي بتستهلك معظم وقتنا ومعظم طاقتنا هي علاقة اعتمادية. إحنا مش قادرين نعيش حياتنا
بانطلاقة وشخصياتنا منفصلة عن الآخرين، فبتسيطر على كل وقتنا. هي علاقات بدون حدود صحية، يعني احنا من منطلق انه يعني احنا بنحب بعض وبنوثق ببعض ولازم نكون واحد، فبروح بسلم كل شيء جواتي لهذا الشخص الآخر، وبيوم الأيام بنصدم فيه فبخسر ثقتي فيه وبخسر ثقتي بكل الآخرين. علاقات بتتذبذب بين الاقتراب أكثر من اللازم أو الابتعاد أكثر من اللازم، يعني طول ما احنا حبايب تليفونات 24 ساعة ومسجات 24 ساعة، إذا بنتزاعل خلص في غياب كامل واختفاء كامل، وهذا عدم توازن. الحب الاعتمادي أو الحب المقيد ما بيقتصر فقط على علاقتي مع الناس، ممكن كمان يمتد لعلاقتي مع الله وعلاقتي في المجتمع الكنسي. بيئتنا الكنسية والمجتمع والإيمان المسيحي فيه قيمة كتير حلوة، أنه هي فعلا بتأمن للإنسان هذا الإشباع للعاطفة وهذا الإشباع للدور والمكانة في المجتمع. عشان هيك بنشوف أنه الأشخاص الاعتمادين هم أشخاص ملتزمين في الكنيسة وبيشاركوا في نشاطاتها ومطيعين، بس هذا ما بيعني طبعا أنه كل واحد ملتزم هو اعتمادي، لا طبعا. فعشان هيك بدنا نميز، كل واحد بده يسأل حاله، وهي وقفة أنا صريحة مع نفسي حتى أكتشف حالي. كيف بدي أعرف إذا أنا فعلا علاقتي في الكنيسة وعلاقتي مع الله هي تتميز بالحب الحقيقي، الحب اللي فعلا محرر، ولا هي حب اعتمادي مقيد؟ إذا كان همي بالخدمة إنه الناس تشوفني وتمدحني، وبيني وبين حالي فعلا بتضايق لما أنا بكون عم بخدم وبعمل وما حدا بيقدر، وبصير أحس بمش طبعا كلنا بنحب إنه الناس تقدرنا، ولكن بصير أحس بمشاعر الألم وبأنه أنا يعني ما حدا شايفني وما حدا بيحبني وأنا بشتغل على الفاضي، إذا أنا عم بعيش مش حب حقيقي ومش علاقة صحيحة. إذا كان همي واللي بيحرك خدمتي إني ألاقي لإلي مكان ودور، وبدونه بحس إني فقدت قيمتي. إذا أنا مثلاً مسؤولة عن وظيفة معينة أو دور معين، وبيجي حدا أو بيجي مثلاً الخوري وبيعطيها لحدا تاني، أنا بصير عندي ثورة غضب وكأنه أنا بطل في إلي قيمة في المكان. كمان أنا هون عم بيكون عندي مفهوم خطأ. إذا في عندي قلق مستمر بشو الناس بتفكر عني وشو الناس بتحكي عني، وبصير أتصرف على أساس بيرضوا أو ما بيرضوا، ما بعبر عن نفسي الحقيقية، أنا كمان بكون عم بعيش علاقة اعتمادية، لأنه أنا بس همي أنه يكونوا راضي عني عشان أنا أكون شاعرة بالحب. إذا كنت مهيأ أني أترك الكنيسة أو أترك الخدمة بسبب شخص أو بسبب حدث، يعني ياما بنسمع ناس بيقولوا أنا من يوم ما هذا الخوري دخل على الدير أنا ما رجعت دخلته، أو مدام هاي الرهبة موجودة في الكنيسة أنا ما راح أصلي، أو مدام هذا الشخص بده يشتغل معي في هذا النشاط أنا ما راح أجي. فإذا أنا مهيأ أني أترك خدمتي وأترك الكنيسة بسبب شخص أو بسبب حدث أو موقف معين، معناته أنا علاقتي مع الله وخدمتي هي ما كانت حب حقيقي، هي كانت حب اعتمادي، أنا بس عم بستنى من هاي النشاطات ومن هاي الأشخاص وحتى من الله أنه يعبي لي فراغ، عشان أنا حتى ممكن بالصلاة وبعلاقتي مع الله أكون اعتمادي، وممكن أخذ واحد من الطرفين، الاعتماد التقليدي وأدخل بالصلاة من منطلق الضعف وإني عارف أنه صلاتي ما راح تغير إشي، وإذا حدا طلب مني بحكي له أكيد بصلي لك، بس بيني وبين حالي بقول صلاتي شو راح تعمل له، أو أني أنا أقول أنا ما بطلب من الله إشي، يعني الله أكيد بيعرف كل شيء والله بيعرف الأحسان وأنا ما بطلب منه، لأني أنا في الداخل خايف، أنا بتظاهر بالقوة لكن أنا خايف إذا طلبت منه ما يستجيب لي وأخسر ثقتي أو يتزعزع إيماني. وإذا أنا بعمل مجهود كتير وببذل طاقة في الخدمة وفي الصلاة وبيجي وقت بطلب من الله طلب وما بيستجيب، أنا ببلش أحكي ليش الله بيعمل معي هيك وما أنا بصلي ولا أنا شو عامل لله وأنا. فإذا واضح إنه علاقتي مع الله هي مش حب، هي أنا عم بخدم وبعطيه علشان هو بالمقابل يزبط لي أموري ويزبط لي حياتي. إذا شفنا بعض العلامات اللي بتقول هل أنا عم بعيش بعلاقتي مع الآخرين وبعلاقتي مع الله حب حقيقي ولا حب مقيد، علاقة اعتمادية. طيب إذا شو الصح بما أنه هدول طلعوا غلط، إذا شو الصح؟
بشكل عام وأساسي النضوج النفسي والنمو النفسي هو أنه لما يصير الجانب الأكبر من تحكمي باستقراري الداخلي هو نابع من الداخل، أنا مش مستني حدا من برا يجي يعطيني هذا الاستقرار. والشخصية الأكثر نضوج هي اللي بتقدر تعمل توازن صحي بين احتياجها للآخرين وبين قدرتها على أنها تتعامل معهم بحرية وبدون سيطرة. يعني أنا بالعلاقة قادر أكون قريب من الآخرين بدون ما أشيل الحدود اللي بيناتنا، وقادر أكون بعيد عنهم بدون ما أخسر ثقتي وقيمتي الذاتية. الهدف بالعلاقة هو تحقيق مصلحة متبادلة، تحقيق مصلحة الآخر ومصلحتي أنا وبالتوازن. فإذا لا أنا حدا يعني أنا مش مشكلة أنا ومش مهم أنا والمهم هو وأنا بقدم حياتي عشانه، ولا أنه أنا بضل متوتر وزعلان لأنه ما بسمعني ما بفهمني ما بدي دايما دايما هو يحقق لي كل الاحتياجات اللي أنا بحاجة لها. في العلاقة الاعتمادية أنا بقدر أتواصل وأنفصل بكل سهولة، بعمل توازن، مش أنا يا أما 24 ساعة يا أما ما في كلام أبداً بيناتنا. بحياتي وبعلاقتي الروح بعلاقتي مع الله وبحياتي الروحية أنا ما بفقد ثقتي بالله لأنه ما استجاب أو لأنه ما انحلت مشكلة، فما بوقف الصلاة ولا بوقف ثقتي بمفعول الصلاة لأنه أنا الله ما بيستجيب لي أو ما شفت الشغلات عم بتصير مثل ما أنا بدي. ساعتها أنا بكون بس عم بستنى من الله يحقق طلبات واحتياجات، أنا مش عم بحب الله. إذا أنا بقدر أخدم حتى لو الناس ما شافت وما قدرت وما حكت شكرا، هذا الإشي ما بيخليني أتراجع. زي ما بيقول بالكتاب المقدس لا تفتر همتكم في عمل الخير، أنا ما بفتر إذا الناس ما عمالها بتمدحني وبتشوفني وبتقدرني. بكون قادر إني أتحمل مسؤولية قراراتي، مش أنا ما بختار وما بعرف والله بيعرف كل شيء أكيد والله بيرتب كل شيء، أنا قادر أني أختار وأنا أتحمل مسؤولية قراراتي. إذا أنا ما بترك الكنيسة بسبب شخص أو بسبب حدث، إذا كيف طيب إذا إحنا يعني عم نكتشف أنه يمكن إحنا كتير عندنا مفاهيم مش كتير دقيقة بالحب، ومنفكر انه احنا هذا الاشي اللي بنعمله والتضحيات او المطالبة اللي بنطالبها من الاخر هي واقعية وصحيحة. طيب كيف اذا انا بدي اقدر اوصل لهذا الاستقرار انه انا عن جد هل ممكن اكون انا مرتاح بدون ما يكون في حدا هو بيعطيني هذا الحب او هو بيعمل لي هذا الارتياح في حياتي؟ كيف؟ مرات في ناس بتستخدم الهروب، يعني بيهربوا للعلاقات المتعددة، بيهربوا للسوشال ميديا، بيهربوا لأنه طشات. يعني أنا بعرف ناس بيطيقوش يقعدوا في البيت، ما بيحبوا يقعدوا في البيت لأنه خايفين أنه نلتقي بهذا الفراغ اللي جواتنا، نلتقي بهذا الصمت اللي بيخوف، فبدنا دائما يكون في نشاطات. نكتئب إذا قعدنا لحالنا، نكتئب هاي علامة كبيرة على نقص وفراغ عاطفي كتير كبير جواتنا إحنا لازم نعبيه. وفي شغلة كتير كتير ضروري ننتبه لها، لأنه في ناس بيهربوا من الفراغ العاطفي يلي تسببته علاقة فاشلة لعلاقة جديدة. يعني بدل ما أنه أنا أوقف مع حالي وأستنى لحتى أتعالج من هذا الجرح اللي صار، أنا طوالي بدخل بعلاقة جديدة عشان أنسى العلاقة القديمة، وهذا جدا مؤذي للطرفين وكتير سيء. ما بينفع ندخل بعلاقة جديدة قبل ما نكون انشفينا كليا ورجعنا لكل الطاقة اللي كانت فينا قبل ما ندخل بهذيك العلاقة المدمرة. إذا شو بدنا نعمل؟ في شغلة بدنا نكون يعني شغلة أساسية بدنا نكون متأكدين منها، مش ممكن أي إنسان يعبي لي احتياجاتي العاطفية كلها، مش ممكن ولا أي بني آدم يملي لي الفراغ. إذا مش الله هو يلي عم بيعبي قلبي، مستحيل ألاقي هذا الإشي عند أي إنسان تاني. فما ندخل علاقات وإحنا عم ننتظر من الشخص التاني يشبع لنا احتياجاتنا اللي صار لها سنين مش مشبع. فإذا شو بدنا نعمل؟ خلينا نتعلم من السامرية شو اللي صار معها وكيف قدرت فجأة تتغير، وكيف كانت ببحثها المضطرب عن الحب، وكيف صارت بعد ما التقت بيسوع. كلنا بنعرف هاي القصة فما رح أقرأها لأنها هي كتير طويلة، رح نتأمل ببعض الآيات فيها. القصة موجودة بإنجيل يوحنا الفصل الرابع من آية 1 لآية 30.
أكيد حلو إنه نرجع لها ونقرأها يعني بتأمل وبهدوء. هالقصة هي حوار رائع بين نفس كتير عطشانة للحب وبين شخص عم بيعطيها الحب بكل مجانية وبكل بساطة. هذا الحوار اللي نقل السامرية من هذا الاضطراب وهذا البحث الخطأ لإنسانة حرة منطلقة أشبعت فجأة وتملت من يسوع. ببلش النص بيحكي لنا أنه يسوع مارق هو والتلاميذ من السامرة، والتلاميذ بيروحوا يجيبوا أكل، يسوع بيقعد على حفة البير يلي بتوصل لعنده السامرية، ويسوع بيحكي لها اسقيني. مباشرة السامرية بتقول جملة بتخلينا نستوعب المفهوم المشوه اللي موجود عندها للعلاقات وللحب. بتقول له أنت يهودي وأنا سامرية، كيف بتحكي لي أسقيك؟ اليهود ما بيحبوا السامريين، فإذا والسامريين طبعا ما بيحبوا اليهود، فإذا هي طوالي بلشت في الإشي اللي عم نتعلمه في المجتمع هذا الحب المشروط، يا أنت بتكون سامري يا أنا بكون يهودية عشان نقدر نتفاهم. ويسوع بجاوبها بجملة بيختصر فيها كل شيء حكينا وكل شيء رح نحكي. يسوع بيحكي لها جملة بتقول لو كنت تعرفين عطاء الله ومن الذي يقول لك اسقيني لسألته أنت فأعطاك ماء حيا. يعني جملة بتلخص كل شيء، بحكي لها لو بس كنت بتعرفي عطاء الله، لو بتعرفي قديش الله بحبك بمجانية مش مستني منك لا تكون يهودية ولا مستني منك إشي تاني، ولو كنت تعرفيني لو عارفة مين أنا كان أخذتي ماء الحياة، بطلتي محتاجة ولا لإشي تاني. لو كنت تعرفين عطاء الله، لو بتعرفوا حب الله لإلكم، ولو كنت تعرفين من الذي يسألك، لو بتعرفوني أنا ما بتحتاجوا إشي، أنتوا أخذتوا ماء الحياة. ما بتاخد كلامه بجدية كتير وبتصير تقول له لا عندك دلو ولا أنت أحسن من يعقوب اللي هو حفر البير وشربنا من المي وهو كان يشرب منها دائما. يسوع بحكي لها اللي بيشرب من هاي المي رح يعطش دائما، بس المي وعم بأكد لها يلي بعطيها أنا تعطي حياة. بتبلش السامرية تحس في إشي ببلش يلمسها من جوا، فبتقول له بكل شوق وهي متلهفة وبدها وبتتمنى، بتقول له يا رب أعطيني من هذا الماء حتى ما أرجع أشرب من هون مرة تانية. يسوع بيحكي لها أوكي روحي نادي زوجك. يسوع ما بده إياها تبدأ بعلاقة جديدة وخلاص وتمشي حياتها قبل ما يعالج الجروح الموجودة جواتها، قبل ما يخليها تتواجه مع هذا العطش اللي موجود جواتها، مع هذا الفراغ اللي موجود جواتها. قالها روحي نادي زوجك، فبتقول له ما عندي زوج. يعني جملة واحدة بتعبر عن الصراع اللي بتعيشه. يسوع حكى لها بعرف كان عندك 5 وهلأ أنت بعلاقة مع واحد هو مش زوجك، أنا عارف الصراع اللي عم بتعيشي وعارف أنك بتتنقلي قاعدة من علاقة لعلاقة لعلاقة ومش عم بتلاقي يلي عم بشبع احتياجك للحب. وهو عم بحكي معها بتبلش تستوعب أكتر شو اللي عم بيقوله، اعرفيني أنا. فبتقول له شكلك نبي، بتحس إنه هذا الشخص مختلف، كلامه عم بدخله وبحرك إشي جواتها. وبتقول له تبلش تدخل معه في موضوع الصلاة، وين لازم نصلي، هون ولا زي ما بيحكوا اليهود ولا زي ما احنا بنحكي. فبيبلش يحكي لها عن اليوم اللي رح يجي فيه نحن نعبد الله بالروح بدون ما نهتم لمكان معين. وهو عم بيحكي معها وهم بهذا الحوار كلامه أكثر وأكثر بيدخل لقلبها وبلمس هذا الفراغ اللي جواتها، لدرجة إنها بتقول بتحس أنه هذا الشخص فعلاً إشي مختلف. يعني كان عم بقولها اعرفيني وهي بلشت فعلاً تعرفه بهذا الحوار، وبتقول له أنا اللي بعرفه أنه المسيح رح يجي وهو رح يفهمنا يعني، وكان عم بتقول له أنت عم بتفهمني شغلات أنا عمري ما فهمتها، وكأنها عم بتقول له هل أنت المسيح؟ يسوع بيحكي لها أنا هو. تشبع، ترتوي، تترك جرتها بيقول الإنجيل وبتروح. كانت جاية تشرب لا أخذت مي ولا عبت جرة ولا عملت إشي، خلاص ارتوت لأنها عرفت يسوع وأدركت حب الله لإلها وراحت مرتوية،
راحت لعند الناس اللي كانت تشحد منهم الحب، وراحت تحكي لهم مين هو يلي أروع عطشها وهو بعارف كل إشي عنها. إذا من السامرية بدنا نعرف، لو إحنا مش الله اللي معبي حياتنا، نحن بعمرنا ما رح نرتوي، بعمرنا ما رح نشبع هذا العطش اللي جواتنا. بدنا نعرف من السامرية أنه لو ما في حوار بيننا وبين الله ما رح نشبع. نحن محتاجين أن نشوف حالنا مثل ما الله بيشوفنا، محتاجين نوعى للكلام ونختبر الكلام اللي حكى لنا اياه القديس يوحنا برسالته الأولى بالفصل الثالث والآية الأولى، بيقول انظروا أي محبة أحبنا بها الآب لندعى أبناء الله، وبيكمل وإننا نحن كذلك. يا جماعة أنتوا أولاد الله، لا تشحدوا الحب من الناس، الله أحبكم محبة خلاكم أولاده، بكفي تركضوا عم بتدوروا على الحب بين الناس، دوروا على الحب يلي من الله، هو اللي رح يعبيكم، وساعتها رح تطلعوا لحتى تنطلقوا وانتوا تعطوا الحب بكل راحة وبكل فرح للناس اللي هي محتاجة لهذا الحب. إذا إحنا بحاجة إنه نعمل حوار مع الله، بحاجة نقعد مع هذا الفراغ اللي موجود جواتنا لحتى نقدر نتعبى. هون إحنا منكون عم نعالج الفراغ اللي جواتنا، عم نعالج الجراح اللي عم نعيشها حتى نقدر نعيش بيوم من الأيام خبرة حب ناضجة مع الآخرين، وأكيد بالأول مع الله. رح نختم بثلاث نقاط عملية سريعة. إذا إحنا اكتشفنا إنه إحنا فعلا في علاقة مشوهة، شو نعمل؟ في علاقة يعني هالعلاقة خلاص متوترة بيناتنا كتير، علاقة عم بتقيدنا. طبعا أنا ما عم بحكي عن الزواج، الزواج له يعني شغله الخاص، أنا عم بحكي عن علاقات ما قبل الزواج أو عن الصداقات، كل ما نعيشه بعلاقات اجتماعية خارج إطار الزواج. الزواج لأنه عنده يعني شغله المنفرد. إذا إحنا اكتشفنا أنه إحنا علاقتنا صارت كتير متوترة، أول خطوة لازم نعملها هي أنه نعمل ستوب، نعمل يعني انفصال. ضروري جدا احنا ما عم ننفصل عن بعض لانه نحن مش طايقين بعض او لانه احنا متزعلين، لا، نحن بنقعد بالاتفاق ومنقول خلونا نبعد شوي عن بعض، كل واحد فينا ياخذ مساحته. شو الهدف؟ الهدف انه مثل ما يسوع ما خلى السامرية تكمل حياتها قبل ما تعالج الجروح اللي جواها وخلاها تتواجه مع هذا الفراغ اللي فيها، كمان نحن لازم نتواجه مع الجوع العاطفي جواتنا، مع الفراغ اللي جواتنا، ونعبيه بالأول من الله. نطلب منه الشفاء لكل إشي، لكل الخبرات اللي عشنا فيها، نطلب منه أنه هو اللي يملي هذا الفراغ اللي فينا. وإحنا هون ممكن كتير نحتاج لمساعدة أشخاص عندهم معرفة أو عندهم روحانية يلي يقدروا يساعدونا أنه نمشي بهاي المرحلة. وبعد ما نقضي هذا الوقت الكافي، طبعا مش بجزء اكيد مش اسبوع ولا اسبوعين، احيانا رح نحتاج اشهر حتى نتعالج. بعديها الخطوه الثانيه ممكن نرجع لبعض. طبعا انا عم بحكي مش عن مشاكل بسيطه بتصير بشكل طبيعي، انا عم بحكي وقت اللي فعلا علاقتنا احنا يعني مسدوده، مش عم نقدر نتواصل، مش عم نقدر نوصل لاشي صح، ودائما في عنا ثورات الغضب، ودائما في عنا النقيضين اللي حكينا عنهم. فاذا احنا بحاجه نعمل هذا التوقف لحتى نعالج نفسنا، حتى نتعالج ونعبي، نخلي حياتنا مليانة من الله. الخطوة اللي بعديها وقت اللي بدنا نرجع، بإدراكات جديدة، بإدراكات أكثر واقعية. بدل ما أنه أنا كنت داخل وشايف أنه هذا الشخص هو الملاك اللي رح يملي لي كل احتياجاتي، وشوي شوي بالعلاقة بشوفه مش عم بيعبي لي يعني اللي بدي إياه، وبكتشف أنه هو إنسان عادي، بعد شوي بتزيد المشاكل وبطل عارفين نتفاهم، بصير زي كني شايفته شيطان، يعني كان قبل شوي ملاك بعدين صار إنسان عادي بعدين لا مش قادر أشوفه. لا، أنا بدخل بالعلاقة وأنا واعي إنه أنا أصلاً جاي أعمل علاقة مع إنسان مثلي وعنده احتياجات مثلي، ومش رح يعرف بجوز مثلي إنه يعبي هذا الاحتياج عندي مثل ما أنا ما رح أعرف أعبيه عنده. فإذا أنا داخل بإدراكات جديدة واقعية منطقية، وبنقعد ونتناقش. والخطوة الثالثة هي إنه أحياناً كتير إحنا بنرجع فعلاً بفكر جديد، بس ظروف الحياة والمشكلات اللي ممكن ترجع تصير بترجعنا خطوة لورا. فإحنا ضروري جداً نضلنا نراقب العلاقة ونراقب نتابع الأشياء اللي إحنا اتفقنا عليها، لأنه
ممكن نرجع خطوة لورا، فالمفروض نوعي بعض ومش بمبدأ اللي الواقف واحد واقف للتاني على غلطة. يعني ها شفت رجعت تحكي نفس الاشي اللي كنت تعمل، نفس تعمل نفس الاشي اللي كنت تعمله، او تحكي نفس الكلام اللي بيستفزني، مش بهذا المبدأ، ولكن بجلسات نقاش بدون انفعالات شديدة، بدون توتر، نرجع ونراقب ونذكر بعض نحن بشو اتفقنا، عشو اتفقنا. والاشي الاساسي انه الصلاة لازم ترافق كل مرحلة. يعني الصلاة مفروض ترافقنا واحنا عم نعيش علاقة مضطربة، الصلاة بترافقنا ولما احنا نترك بعضنا، الصلاة بدها ترافقنا لما بدنا نرجع لبعضنا ونكمل حياتنا مع بعض، الصلاة بدها ترافق كل اشي، لانه زي ما شفنا اذا مش الله هو الثالث، اذا مش الله هو الاساس، هو اللي عم بيعبيني من جوا، رح اضلني استنى من حدا من برا يعبيني ورح اضلني تعبانة. نتذكر احنا محبوبين بشكل كافي من الله، احنا مش محتاجين نشحد ونتوسل الحب من الاخرين، نحنا محبوبين ونحنا رسالتنا نعطي هذا الحب للناس. فاذا نطلب من الله انه هو اللي يمنحنا القوة ويعطينا انه نفتح قلبنا لحتى هو يلي يعبي، هو يلي يملأ الفراغ لجواتنا، هو اللي يعالج الجروحات يلي عشناها، هو اللي يعطينا القوة والانفتاح والعقل المستنير والحكمة لحتى نقدر نبني علاقات أكثر نضوجا، وحتى نقدر كمان نعرفه أكثر ونبني علاقة معه أكثر لحتى منه ننال ماء الحياة. آمين. الله معكم. إنه